رح نحكي على إنجاز مهم للنشامة في الركض وفي مصر، رح نحكي عن ماراثون مصر الدولي. بشرف يكون معنا الآن بالاستوديو مدرب الفريق الرائد زهير زبون، أهلا وسهلا بحضرتك. والحاصل على ذهبية سباق ب 42 كيلومتر العداء أحمد بحيسن، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك شرف. صباح الورد وأهلا وسهلا فيكم. وكالعادة نشامة الأمن العام يحصدون الذهب. من عندك الرائد زهير نتحدث أكثر عن البطولة المقامة في مصر تحديدا في الأقصر. بسم الله الرحمن الرحيم، حب نصب عليك يا اخت ميسون والاخ عيد وعلى وطننا الجميل وقائد وطننا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الامين الامير حسين بن عبد الله، نصب على مديريه الامن العام ممثله بعطوفه اللواء عبيد الله والامين العام للاتحاد الرياضي للشرطه العقيد الركن ينال الجازي. اولا احنا مثل ما يقولوا انتم لقاكم دائما متجدد مش جديد علينا. سباق ماراثون الأقصر الدولي، الماراثون المرة هاي يحتفلوا بعامه 30 من أقدم السباقات في منطقة أفريقيا ومنطقة من المنطقة بشكل عام. سباق طبعا شاركنا فيه بأربع لاعبين ولاعب مرافق مع لاعب ذو احتياجات خاصة عنده إعاقة بصرية، لاعب ماراثون أحمد محيسن وحصل على ذهبية 42 كيلو، اللاعب سعد سلام 12 كيلو وأحرز ذهبية، زاد اللاعب نبيل مقابلة مع مرافقه اللاعب رافت حصل على ذهبية ذي الاحتياجات الخاصة، واللاعب أحمد سمور فضية نصف الماراثون. ما شاء الله، مبارك طبعا لجميع اللاعبين اللي بفعلا رفعوا اسم الأردن واسم نشامة الأمن العام بهاي المشاركة. وهون بدي أرجع لحضرتك كابتن أحمد، أول شيء مبارك هذا الإنجاز، الله يبارك، وخبرنا على كيف كانت المشاركة بالنسبة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نشكركم على هاي الاستضافة. بداية السباق كان كثير قوي وكثير حماس السنة هاي غير عن السنة اللي احنا شاركنا كثير بهذا السباق، لكن السنة هاي تفاجأنا في منافسة قوية وفي لاعبين من كينيا لاعبين محترفين، لكن الحمد لله التحضيرات كانت كويسة. يعني كنا منحضر منيح منحضر كويس، أخذنا أقوى بطولتين بالأردن بآخر بماراثون عمان وماراثون العقبة، وثم كملنا تحضيراتنا لماراثون مصر. ممتاز. تفاجأنا بالعدائين القويين لكن كنا جاهزين والحمد لله حصلنا على مراكز متقدمة. ما شاء الله، ألف مبروك. وبنرجع بنتحدث عن التحضيرات اللي كانت ما قبل السباق، الافتتاحية ذهب يعني مع بداية السنة 2023، فنتحدث أكثر من إمتى بلشت الاستعدادات وكيف كانت سفرتكم؟ احنا خلينا نقول التجهيزات بلشت من اجتنا الدعوة بشهر 10، أعطى عليها موافقة عطوفة اللواء عبيد الله المعايطة، وأعطى عليها كمان موافقة أنه دمج ذوي الهمم مع المجتمع المحلي مشاركة اللاعب نبيل معنا. بلشنا نجهز لها من حيث التدريب والمعسكرات التدريبية، وكان عندنا ماراثون عمان الدولي بشهر 10 كان خلينا نقول محطة تحضيرية لهم، حرزنا المراكز الأولى خلينا نقول ب 90% من السباقات. بعديها بشهرين بشهر 12 اتجهنا للعقبة، لعبنا مسافة نص ماراثون و10 كيلو وحرزنا كمان فيهم المركز الأول. فكانت هاي السباقات تحضيرية لهذا السباق، عسكرنا بالمدينة الرياضية فترة مش قليلة تقريبا فوق الثلاث أسابيع بين تمارين صباحية ومسائية، وكنا مرات ننزل تحت لما يكون الجو بارد باتجاه الغور مشان التمرين، كون الجو منطقة الأقصر قريب جدا من جو الغور. فجهزنا اللاعبين على أنهم يكونوا جاهزين ويكونوا على قدر المسؤولية والصعود على منصة التتويج إن شاء الله. ما شاء الله عليكم كابتن زهير، كمدرب للفريق كيف شفت مستويات اللاعبين والأفرقة المختلفة اللي كانت بتشارك معكم؟ اللاعب الأردني وين ما تروح هو لاعب ممتاز ومميز وقوي، لكن اللاعب خلينا نقول بحاجة إلى معسكرات تدريبية، محتاج إلى داعم من الاتحادات المدنية خلينا نقول من أجل يكون ينافس أبطال العالم في المحافل الدولية مثل خلينا نقول بطولات عالم أو أولمبيات وكذا. إحنا على السباقات زي هيك ما بتقدر تجيب أول، لكن إذا طلعت بطولة عالم بدك تجهيز خاص، الأولمبيات بدك تجهيز أعلى مثل ما نقول زي ما في عندنا جاهزين مركز الإعداد الأولمبي يكون جاهز للشغلات هاي. فاللاعب الخامة موجودة كل شيء موجود والتدريب موجود، لكن ينقصنا المعسكرات الخارجية. أكيد دائما المعسكرات الخارجية بتخليكم تختلطوا أكثر مع اللاعبين، وبجوز كمان المشاركات أيضا تأتيكم هاي الخبرة. حكيت أنه في عدد من العدائين فعلا كانوا خطر عليكم، كيف تمت المنافسة والوقت كمان اللي أخذك فيه 42 كيلومتر بالضبط؟ هون التوقيت دائما حسب المسار. نعم المسار كان فيه صعوبة، لكن وهي يعني مسارات أسفلتية أو هي مسارات أسفلتية لكن طريق متدرج، يعني في 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 إشي إفلات في إشي طلوع، فكان كان السباق هو عبارة عن أربع لفات، فكل نهاية لفة بيكون في الطريق تتصعب. نعم
لكن زي ما حكيت لك الجاهزية، اللاعب جاهز بدنيا جاهز ذهنيا، هو اللي بيقدر يتفوق ويجتاز هاي المرحلة. فالحمد لله كنا جاهزين بدنيا وجاهز وقدرنا يعني ننافس بقوة من الانطلاقة، من الانطلاقة. ويعني أنا بالنسبة لي الماراثون من الانطلاقة وأنا متصدر السباق. أي ساعة لأي ساعة كانت يعني انطلاقتك؟ أي ساعة وأي ساعة وصلت؟ كان الانطلاقة الساعة 7 صباحا، الحمد لله حصلت على توقيت يعني تحت 2:30. ممتاز، حلو، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. كابتن زهير، بدنا نحكي احنا على الفترة اللي قبل المشاركة أو قبل يوم الماراثون، هل جهزتوا حالكم بالمكان نفسه عشان تشوفوا المسارات؟ خبرنا طبعا السم المسار احنا خلينا نقول مش غريب علينا، بس المره هاي استعانوا بواحد من الاتحاد الدولي وقاس الطريق ودخلوا نظام الشب على التوقيت من اجل استغناء عن الحكام اليدويا، مشان انه كل دوره مر من عندي ما اجى، فاستخدموا الشب وحطوها بالرجل، فصار تلقائيا لما تمر على نهايه المسار بعد الدوره 10 كيلو يعطيك توقيت تلقائيا. قبل بيوم جهزنا اللعيبه وتفرجنا على المنطقه وجهزناهم نفسيا، طبعا تصب على العقيد محمود الفايز ما قصر مع الشباب، كان رئيس الوفد غاد وارتاحوا نفسيا. بالنسبه للمسار كانت الدوره 10 كيلو، اتبعت خطه مع اللاعب احمد محيسن انه اللاعب ما لازم انطلاقه تكون قويه كثير، خلينا نقول على رتم معين مشان يقدر يركض البدايه مثل النهايه. والصعوبه المسار كانت النهايه تقريبا اخر 2 كيلو، شوفي بعد 42 كيلو 40 كيلو بتيجي تنهي طلوع، فكانت هاي الطريق صعبه كثير، فهاي الحلو فيها. ممتاز. بتحب توجه تحياتك لاشخاص معينين؟ بتحب توجه اي كلمه اخيره؟ اكيد اكيد، بدي اشكركم من البدايه واشكر بالعكس الكابتن على اهتمامه، واشكر مديريه الامن العام عطوفة الباشا على اهتمامه الكبير بالرياضه والرياضيين، وان شاء الله القادم افضل باذن الله بالتوفيق. ان شاء الله. الرائد زهير، شكرنا لمديريه الامن العام متمثله باللواء عبيد الله المعايطه، وان شاء الله راح نكون دائما عند حسن ظنهم وفي المراكز الاولى بكل السباقات ان شاء الله. ان شاء الله، ودائما متعودين تكونوا موجودين دائما. نشكركم انتم دائما على استضافه، واحنا زي ما نقول انتم شركاء النجاح، مش دائما زي ما بيحكوا الجند المجهول، لا بالعكس دائما انتم معنا اول باول. واجبنا. شكرا لكم مره ثانيه. واجبنا، كل الشكر لكم ودائما فخورين فيكم. تحياتنا كمان لكافه العدائين ايضا. شكرا.